هوجه رسالة لمحمد صلاح. انا بحب صلاح ونفسي العب زي صلاح. صلاح انسان محترم وانسان كويس، رمز الشاب المحترم، وطبعا ان شاء الله يكون في تقدم دايما كمان وكمان وازدهار، يحقق ارقام قياسيه اكتر ويجيب اهداف اكتر، وان شاء الله يبقى اسم كبير لمصر. الله اكبر عليه. يعني اتمنى اشوفه طبعا الايام اللي جايه يبقى احسن واحسن في الفتره اللي جايه، واتمنى له التوفيق. يعني حابب اقول لمحمد صلاح ان هو يعطيني امل ويعطي كل مصري امل، من جد في احد في الدول العربيه يقدر يسوي شيء ممتاز، وهو دحين من احسن اللعيبه في الدوري الانجليزي، وربنا يوفقه وكلنا معاه في ظهره. انا ما اتفرجتش على الماتش بس انا بحب محمد صلاح. يعني ايه نقدر نقول عليه ايقونه مصر الان او ايقونه الملاعب، فيا ريت يا ريت الشباب يحذو حذو، الشباب اللي طالع الناس ياخدوا يعني ياخدوا قدوه ليه، وينتبه للكوره، ينتبه للرياضه، ينتبه للحاجه اللي تبني الجسم.